معايا عبر الهاتف الآن كابتننا الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي. يا كابتن جهاد مشرف ومنور كالعاده. كريم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. مساء الفل عليك. عيسى سين النهارده الحكم السنغالي، شفت اداؤه ازاي في الملعب النهارده وهو وطاقم تحكيمه؟ بص يا كريم، النهارده الكلام اختلف شويه عن الحكم النهارده عن حكم امبارح. في اداء جيد الحكم، ممكن نتكلم على لقطه مش واضحه لنا في المباراه، يعني في اخطاء، في اخطاء عنده، اخطاء موجوده في اللقطه الحتميه في 84 مش واضحه لنا، لان عاده كانت لقطه النهارده بركان داخل منطقه جزاء الزمالك، فبالتالي اللي هنتكلم على الاحداث واللقطات، لكن بكلمك على مجمل الاداء النهارده. حكم الى حد ما مقنع، انذاراته حاضره في الوقت المناسب، تحركاته مميزه، حكم صغير صاعد واعد مرشح لكاس العالم، عمل مباراه حكميه الى حد ما جيده النهارده، يعني مقنع للجميع. عنده اخطاء، موجوده، مش حكم عنده اخطاء، لكن في الاخر بنتكلم ان النهارده التحكيم كان جيد في المباراه. نهاد البركان كانوا بيتكلموا كتير عن ضربه جزاء ليهم في الشوط الثاني، واحنا مش شفنا، يعني ما حدش قدر يشوفها كويس على الشاشه عشان ما تعديتش اكتر من مره. شفتها من اللقطه الوحيده ازاي يا كابتن جهاد؟ بص، في 84 اللقطه اللي كمان في 84 بنتكلم ان في حصل مع لاعب نهضة البركان مدافع الزمالك، هي اللقطه جت مره واحده، ما جتش لها اعاده. صوره ما تقدرش يعني تقسم، يعني الصوره اللي انا جبت، يعني الصوره اللي قدامنا ديت ما تقدرش لما حصل الاحتكاك تجزم انها ركله جزاء او تنفي انها ركله جزاء. وبالتالي احنا بنتكلم على قرار لقطه ما شفناها مره واحده، ما نقدرش من اللقطه دي ناكد انها ركله جزاء او لا. وجود الحكم في مكان ممتاز اللي هو على القسم ركله جزاء وقريب من الكوره، يعني يخلينا نروح ان هو الاقرب للقرار، يعني مش متاكدين من قراره، لكن في الاخر ما دام ما عندناش صوره واضحه كريم نمشي مع قرار الحكم وصبطه. يعني بص هو في حاجتين، اولا الحكم زي ما انت قلت قريب جدا، فوارد انه يكون شاف الكره بشكل صحيح واحتسب قراره ان ما فيهاش ضربه جزاء، وبالتاكيد الفار كان عنده اكتر من اعاده والفار لم يستدعيه، وبالتالي الفار تاكد ايضا انها مش ضربه جزاء. ده عشان احنا الفار اكيد عنده اعاده اكتر من اللي احنا شفناها. 100% بكلمك على اللقطه اللي احنا شفناها في التلفزيون، النقله اللي بتاعنا التلفزيوني، اللقطه ما تعبتش. اللقطه بالنسبه لنا لا يمكن تثبت اللقطه دي انها ركله جزاء ولا يمكن تنفي انها ركله جزاء، احنا شكينا على فكره. كلنا شكينا طبعا، لكن اللقطه اللي قدامنا ما نقدرش، لكن وجود الحكم في المكان ده يخليك تميل ان قرار الحكم هو قرار صحيح، وبعدين الفار لما راجع باللقطات اللي عنده اكيد القرار الفار متفق مع قرار الحكم. عارف انا بقول لك كده ليه؟ بقول لك عشان طبيعي طرف نهضة البركان هيقولوا ضربه جزاء، طرف الزمالك هيقول لك لا مش ضربه جزاء، وهو الواقع بيقول انه اكيد مش باينه من اعاده واحده، واللي هيثبت ده وياكد ده الفار اللي بقى عنده اكتر من اعاده ومشي مع قرار الحكم ان ما فيهاش ضربه جزاء، وبالتالي احنا كمان ماشيين مع القرارات دي، يعني ما ينفعش يبقى الحكم قريب والفار كمان ما ندهش وتبقى برضه ضربه جزاء. ده على انت برضه يا كريم ما عندكش الصوره اللي تقول متفقين. انا بقول خلاص ده ما احنا ما شفناش ومش متاكدين بالضبط، فكده يبقى احنا هنمشي مع قرار الحكم والفار بما ان الاثنين اتفقوا كمان، يعني ما كانش في اختلاف بينهم الاثنين يعني. طيب كابتن جهاد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله كالعاده مميزه وفيها المفيد.